بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأصفياء المنتجبين. كان الكلام لازلنا في القاعدة الأولى من المجموعة الثالثة من قواعد تفسير القرآن الكريم على ضوء منهجية أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن. وهذه القاعدة المجموعة الثالثة هي النظام الوجودي لحقائق القرآن الكريم. ومر بنا أنه متفق عند الفريقين روايته أن للقرآن نزولين: نزول من عند الله ينتهي إلى البيت المعمور وهو قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النزول دفعة جملة واحدة، وهو نزول لحقيقة القرآن، الحقيقة الشاعرة الحية، موجود روح شاعر، القرآن روح وليس عديم الروح، القرآن روح من أعظم الأرواح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وهدى نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا موجود نوري، روح نوري شاعر عظيم. أوحينا أرسلنا إليك روحا من أمرنا، هذا الروح تصفه الآيات الكريمة القرآنية بصفات أعظم من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومجرى، صفات أعظم هذا الروح. وهذا هو النزول الأول، وأولية على إتحال ليست أولية زمانية، لأنه نزول ليس في عالم الزمان، في عالم التجرد القلب، مراتب في التجرد، طبقات التجرد. نعم ليس نزول زماني. وبهذا المعنى طبعا وإن لم يكن نبوة سيد الأنبياء مقتصرة على الوحي القرآني، الوحي القرآني. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أحد أنماط الوحي الذي أوحي إلى رسول الله، وإلا هناك أنماط عديدة حسب ما يبينه القرآن الكريم حول ذات النبي: إن هو إلا وحي يوحى. أصلا بمقتضى بمقتضى ما قرر في البحوث العقلية من أن حقيقة كل شيء هي فصله الأخير، أو قل كماله الأخير. فإذا كان القرآن يبين أن حقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوحى استمرار للوحي، إن هو إلا وحي يوحى، قل إنما أنا بشر، هذا البعد النازل في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البعد الصاعد في النبي الذي يمتاز به عن بقية البشر ما هو؟ يوحى إليه، إن هو إلا وحي يوحى، عين الوحي. فإذا كان حقيقة النبي وحي يوحى، ففي الحقيقة إذن أنواع الوحي ومرتبة الوحي، أصل ذات النبي هو تلك المراتب العليا. القرآن يبين للنبي مراتب نازلة وله مراتب صاعدة. أين مراتب النازلة لسيد الأنبياء؟ بشر، إنما أنا بشر. أين المراتب الصاعدة لسيد الأنبياء؟ يوحى إليه. أي درجة من الوحي؟ لم تحصى ولم تحدد بدرجة، باب مفتوح. فإذا بلحاظ مراتب ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مراتب الوحي ترتقي فوق حتى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن النزول الأول، هذا طبعا النزول الأول لوحي القرآن. طبعا هذا الجمع بين أن شخصية واحدة فيها جهات نازلة فيها جهات صاعدة أمر غير مستغرب. تلاحظوا في سورة يوسف النسوة التي قطعنا أيديهن، ماذا وصفوا يوسف؟ قالوا حاشا لله ما هذا، هو بشر، شو مو بشر، ما كان يباشرهم بشر، ولذلك طمعوا في يوسف، بشر يباشرهم. لكن ماذا قالوا عنه؟ حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. هم صدقوا في قولهم ملك كريم، وإن لم يصدقوا في قولهم ما هذا بشر، بس يريدون يركزون على الجهة العلوية في يوسف، يعني مو مثل بقية البشر، بس بشر جنبة بشر وجنبة ملكانية فيه. هالجاذبة النورية هذه مو معقولة تكون طبيعة بشرية، علاوة على الطبيعة البشرية في يوسف طبيعة ماذا؟ ملكية نورية، هيجي جذابة، فعدت لكل منهما متكئا فقطعنا أيديهن. تشلون يعني تقطيع اليد؟ الجاذبية النورية هكذا كانت أصلا بحيث ما يحسون. هسه أصابهم أمور أخرى كما بيّنته الروايات، هذا بحث آخر. الآن بس هاي تقطيع اليد شلون سكين عدّه ويقطع اليد، تقطيع الأصابع، سكين حادة وأصابع حساسة، وهو بنفسه يمارس، لو غيره يمارسه بحث آخر، هو بنفسه يمارس، البشر نفسه يمارس القطع. أنت لو تعطيه مخدر خمر يشربه يحس بألم قطع الأصابع، هو ما يمارس قطع الأصابع. إذن هذا الانجذاب كم هو شديد. واللطيف أن الزليخة كم كانت تعرف أن هذا الانجذاب شديد بحيث أنهم سيقدمون على تقطيع أيديهم من دون ما يحسون. كيف كانت تعلم زليخة؟ لأن هي كانت تعايش هذه الحالة. فذلك الذي لمتنني عليه. إذن بشر لكن فيه جنبه ماذا؟ جنبه ملكانية. خب هذا مو خيالات، قطع اليد حقيقة. إذن هم لمسوا من يوسف شيء غير جنب البشرية. وهذا جمال بدني، فكيف بك بالجمال فوق البدن؟ جمال فوق البدن أشد خطبا من جمال البدن. في رواية المؤمنين لو أحبني جبل لتهافت. النور شيء آخر، جمال النور شيء آخر. المقصود إذن في القرآن الكريم بيانات كثيرة. ولو جعلناه ملكا لجعلناه، لو جعل، ما قالوا لماذا لا يبعث الله ملكا لنا؟ قال فأجابهم وقال لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه على الملك ما يلبسون. الطبقات النازلة في الإنسان أو في أي موجود تعتبر ألبسة أغلفة للطبقات العليا فيه حسب بيانات القرآن. لماذا ألبسة وأغلفة؟ لأن اللباس ده سطح ظاهر يمكن أن يحس ويجس ويلمس، لكن ما وراء غايب يخفى. فدوما الدرجة الأكمل أخفى، الدرجة الأنزل تعتبر سطح نازل ظاهر. لذلك العمق الأعمق الباطن الخفي. ولو جعلناه رجلا ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. نفس الرجولية لباس. وليست أصل، الأصل ما فوق الرجولية. وهذا طبعا منطق لطيف يطرحه القرآن، أن قيمة الإنسان مو قصة الرجولية والنسوية، قيمة الإنسان بأصل ما وراء فوق ذلك، الجهة النورية في الإنسان. فإذا القرآن الكريم يبين في حقيقة النبي إنما أنا بشر لكن ماذا؟ يوحى إلي. جيد، إذا كانت حقيقة النبي أصل حقيقة النبي هو فصله الأخير، كماله الأخير، فأصل حقيقة النبي ليست الجنب البشرية. دي لباس حسب بيان القرآن، هذه لباس تنزل. أصل حقيقة حق ذات النبي أنه إن هو، أي ليس مبالغة من بيان القرآن، إن هو يعني حقيقة النبي، هوية النبي، خلافا لكثير من مفسري العامة، وللأسف بعض الخاصة تابعوهم على ذلك في سورة النجم. إن هو هوية النبي، وحي يوحى. إذن الأصل في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصله القديم، مو قديم بمعنى غير مخلوق، يعني أسبق من الجنبة البشرية، أسبق من الجنبة البشرية، مثل التعبير في بعض الزيارات لأمير المؤمنين السلام على الأصل القديم. قديم مو قدم الله، لا، ليس هناك قديم من مخلوق بقدم الله، كل مخلوق حادث. بس مثل ما تقول الزمان القديم، الزمان الحديث، قديم نسبي يعني بهالمعنى. فالأصل القديم في ذات النبي، إذن هو جنبة الوحي، الجنبة العلوية، مو الجنبة النازلة. الجنبة العلوية. وكما مر بنا مراراً بيان من الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية يبين أن الحروف المقطعة غالبها، لا كلها، غالبها التي تردف في أوائل السور بالقرآن دالة على مقامات غيبية للنبي أعظم من القرآن. ياسين، عقب ذلك والقرآن الكريم، القرآن الحكيم، ياسين القرآن الحكيم. نعم. حاميم والكتاب المبين. كل هذه أسماء النبي، أسماء لمواطن غيبية علوية لسيد الأنبياء أعظم من القرآن. حاميم، ألف لام را، ألف لام ميم، طاسين، كلها فيها والقرآن والكتاب وكذا. إذن النزول الأول، هنا نبحث النزول الأول، الوحي له نزولان، كلامنا كله منصب في الوحي القرآني. أما بقية أنواع الوحي للنبي ذاك مطلب آخر. مر بنا كلام الصدوق رحمة الله عليه في كتاب الاعتقادات أن الرواية المتضمنة إلى أن كلام الله 17,000 آية، قال الصدوق ليس المراد المصحف الشريف، المراد المصحف الشريف ما يقرب من 7,000، المراد من هذه 10,000 أخرى. وين 10,000 أخرى؟ المراد بأحاديث القدسية التي نزلت وحياً على النبي من كلام الله لتفسير كتاب الله، وهي محفوظة مختصة بأهل البيت. إذن هنا أن للقرآن نزولين، المراد به الوحي القرآني، مو كل وحي. لذلك تلاحظ في سورة الشورى هذه الآية الكريمة التي تبين الوحي القرآني أتت من أين؟ ما قبلها الآية الكريمة هكذا: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي ما يشاء بإذنه. إنه في الآية الكريمة. بعد ذلك تأتي الآية الأخرى: وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا، بعد ذلك تأتي الآية الكريمة: وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. يعني في الآية السابقة والآية اللاحقة في صدد بيان أقسام وأنواع الوحي. هذه الآية الثانية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا مختصة ببيان وحي القرآن الكريم بالنسبة إلى الوحي الأول، أول بمعنى الأعلى. الآن إذا أتتنا آيات أو روايات تدل على أن سيد الأنبياء يعلم بالقرآن أو يقرأ القرآن في بطن والدته الشريفة أو أمير المؤمنين، أو هذه الروايات كيف تفسر إيه كذا، لأن أول ما ولد أمير المؤمنين قرأ سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون. شلون لأن الوحي الأول القرآني ليس وحي النزول الثاني. النزول الأول للقرآن نزل على نور النبي قلب النبي، والقرآن يثبت للإنسان نشأ قبل عالم الأرحام، قبل عالم الأصلاب، قبل عالم الولادة للدنيا. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أخذ ذريتهم وهم ذر، فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. عوالم عديدة يذكرها القرآن الكريم للإنسان، ميثاق، ذر، غير، نور، حسب بيانات القرآن الكريم. نشأة الإنسان ليس أوائل نشأته أصلاب الآباء وأرحام الأمهات. هذا النزول الأول إذن ما مرتبط بنشأة الأصلاب والأرحام والأبدان لسيد الأنبياء، لأنه أصلا لا موطنه البدن ولا موطنه النفس الجزئية كما مر بنا قبل عدة مباحث، ولا أدواته قوى جزئية. تذكرون بحث القلب مر بنا، أصلا إذا متى تم هذا الوحي؟ متى زمانية ما موجود له، ليس زمان أرضي. نعم متى رتبية صحيحة. إذن أي رواية تأتي وتبين أن سيد الأنبياء في عالم الدنيا قبل بعثة الرسالة يعلم بالقرآن، هذه ليس فيها أي تضاد مع بيان القرآن الكريم، مع محكمات أمومة محكمات القرآن. الآن المدارس الإسلامية الأخرى لا تعرف هذا الأمر، لا تكاد تصدق به طبعا، لأن محكمات القرآن ليست بيدها، وما هو أمومة للمحكمات وهو ولاية أهل البيت ليست بيدها. لكن بهذه التعليمات من بيانات أهل البيت يصبح المنظر واضح، ما في أي تشويش، أي كدورة، ما في أي كدورة. نبوة سيد الأنبياء ليس في الزمان البدني والعمر البدني لسيد الأنبياء، ما في أي كدورة. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، طبعا حتى مروية عندهم وعندنا. نبوة سيد الأنبياء ليست مقتصرة على بشرية سيد الأنبياء، مرتبطة بقلب سيد الأنبياء، المراتب العلوية. إن هو إلا أصلا هو متى، يعني أصلا أصل حدوثه أول مراتب سيد الأنبياء وحي، خلق نبيا خلقة نورية قبل خلقته الروحية قبل خلقته النفسانية قبل خلقته البدنية. هاي معنى سورة النجم. أصح هويته هكذا كتلة وحي نوري، إن هو إلا ليس هذا هويته بشرية وفقط. لسه في آيات أخرى إنما أنا بشر يوحى، بشرية جنبة، بس هاي الآية شبيه حاشا لله، ما هذا بشر. يعني بتلاحظ بس ذيك الجنبة اللي هي حقيقة حقائق الإنسان، الجنبة العليا، إن هذا إلا ملك كريم. أصل حقيقته يعني، وإن كانت جنب البشرية موجودة، توجد بعدين بحث آخر، ولد في عام الفيل بحث آخر، 40 من عام الفيل بحث آخر، ولد بدنه مو نوره. ولذلك في القرآن الكريم تارة يخاطب النبي ما كنت بجانب الغربي، ما كنت إذ يلقون أقلهم لدى، ما كنت في بيانات أخرى القرآن الكريم يقول شاهد عليهم، أنت شاهد على الخلق، يوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء. شلون هو شاهد وما كنت بدنه، ما كنت نوره شاهد. نفس القرآن يبين أن هذا سيد الأنبياء له طبقات، كل بيانات أهل البيت. الوحي نوعين، وصلى الله على محمد وعلى آله.